لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبته. دي غيرتك على التوحيد. وانت لو بهمك التوحيد يا حسن عطالة تشيل الأخطاء. شباب عندهم أكثر من 1800 تسجيل في النت، تمرق لهم خطئين ولا ثلاثة وتدسهم بورا، قدروا ما يمشوا لقدام تضعنهم بين، لو داير توحيد ما تتصل بهم. هذه طريقة الرسل، والله ده كله ما بيقدروا عليها، وما رجال ذكور يقدروا يركزوا في دعوة التوحيد. والله ما يقدروا. ودعوتنا اللي احنا بندعو بها إنما هي من القرآن، من دعوة الرسل. يا حسن يا ابن عطاء الله، حصن صيامك بالسكوت عن الخنا، حصن صيامك بالسكوت عن الخنا، واطبق على واطبق على عينيك بالجفنان. ويجي يتكلم عن اخواننا يقول جهال، يا اخي دي ابسط القواعد. انت قريت عن شيخ مقبل؟ بالله انت جادي؟ جادي كده قريت عن شيخ مقبل؟ مقبل قراك كده؟ قال لك انت كلامك فيه عام وخاص؟ لا تمشي ذا وجهين من بين الورى، شر البرية من له وجهان. لا تسعى بين الصاحبين نميمة، لا تسعى بين الصاحبين نميمة، لا تسعى بين الصاحبين نميمة. احذر من المجالسة والمخادنة. لذلك قال علي رضي الله عنه لرجل رآه يجلس مع رجل آخر قد كرهه، قال: لا تصحب أخا الجهل، وإياك وإياه. إذا ما لم يزدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ده كله بسبب الحقد والغل. أعماك صرت تتكلم بما لو حوسبت به لطأطأت رأسك. من بيهدم الباطل؟ إنما حقدوا على إخواننا حسدا من عند أنفسهم. أتحداك وباهلك إنه أنا أسئت لأصحابي قدامك، وإنه أنا ما دافعت عن أصحابي قدامك. أتحداك وباهلك يا حسن عطال. نجعل لعنة الله على الكاذبين. الزول يصهر من قوة الدين. منهجنا احنا ما منهج ذليل، ولا منهج محقور، ولا منهج ضعيف، ولا منهج متناقض، انما منهج قوي محكم، نصوص من الكتاب والسنة. لما نناظر ذول بنوريه تمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للسداد وإصابة السنة والإخلاص لله تعالى في جميع الأقوال والأعمال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نوجه المدرعات السلفية من هنا إلى مدينة المناقل لدحر مبطل من المبطلين بغى على دعاة التوحيد، ولا نحصر دعوة التوحيد في إخواننا، ولكنه بغى عليهم. والله تعالى يقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وهذا الرجل جرحته قبل أيام بجرح صدقت فيه، قلت أنه ليس بثقة لأنه كذب، ودللت على ما قلت، ذكرت الدليل على أن الرجل يكذب. وبدل أن يتوب ويرجع إلى ربي ومولاه ويخرج للناس التراجع عما افتراه، واصل في الكذب والتدليس في الكذب والتدليس. وعنده من الحقد، وكل لفظة أذكرها
سأذكر لكم الدليل عليها. الكذب والتدليس والحقد والظلم والتناقض وكل ذلك في كلماته، وسأرد عليه بالعامية بالدارجية لأنه لا يستحق أن يرد عليه بالعربية، فقد أساء إليها إساءة لا يقبلها الكوفيون ولا البصريون. الزلة طلع رد بالدارجة كذي، أنا بقول طلع رد ما بقول ردا، يصحيح ردا لكن بتكلم بالدارجة ما بتقدر تحاكمني، ويتأخر لك تتكلم بالدارجة ولا أبقى زي المجرم داك بتاع الفتيحاب سكينة عشان تمرق، أبقى اشتغل بالسكون كثير عشان تبقى ما بزول ينقيم عليك، لكن تلخبط اللغة وتتكلم باللغة وإلى آخره كذا، الموضوع ده طويل جدا، أسأل الله التوفيق. طيب الزول عمل رد، طبعا طلع تسجيلين، التسجيل الأول المعروف والكلام ده نحن ناقشناه في الرد الأول، ولعل هذا آخر رد عليه، يعني دي آخر محاضرة أعملها أرد عليه وما فاضي له. وبعدين شبكتنا دي نحن الفتحات بتاعتها كبيرة، صير ما بي ما بيزبط فيها عشان أنا أوريك بالراحة كده، لكن جبت باطل هناك في الساحة ولا في أي محل ولا سألونا بنجاوب عليه ونبين الباطل بتاعك، لكن كونه تاني نسوي لك محاضرة ما في طريقة بتاعت سلسلة. واسلوا لا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن أبي داود وفي سنن النسائي وعند ابن ماجة من رواية صفية بنت حيي لما رددت عليك رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل رجلان من الأنصار ورأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلب صفية يعني يقدمها بعد أن أتته في الاعتكاف، أسرعا فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، إنها صفية بنت حيي. قالوا يا رسول الله، قالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني هل يظن بمثلك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا، شرا أو شيئا. وهكذا نقله عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام. فنحن دفعا للشبهات لأن نرد، وإلا ده ما رد الزول يرد عليه، الزول عمل له رد 14 دقيقة 41 ثانية، غلط فيه من ناحية لغوية 17 خطأ، هسي دي حلوها كيف؟ وكله 14 دقيقة 41 ثانية فيه 17 خطأ لغوي، ده في داعي يتكلم باللغة العربية؟ يا أخي ما تدرسنا نحن نتكلم بالدارجة زي تسوداني زينا، دار تكلم باللغة العربية كويس نجيض أول شيء، ونحن ما غالبين ما غالبنا ولله الحمد، نرد عليك باللغة العربية لكن ما بتستاهل ما بتستاهل يا أخي ما تضيع زمننا. طيب ورد من زول درس مع شيخ مقبل، لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. وقال الإلبيري رحمه الله إذا ما لم يزدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. يا حسن يا ابن عطاء الله، زول رد كامل من أوله إلى آخره ما فيه آية واحدة، رد ديني. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من أوله إلى آخره ما فيه آية واحدة، من أوله إلى آخره
ما فيه حديث واحد ولا ضعيف من أوله إلى آخره، ما فيه قول لصحابي ولا لتابعي ولا عالم من المعاصرين. هسي ده في داعي أرد عليه؟ لكن سوى لخبة أخوي والدمي وأبوي اتصل بي قال لي حسن عطا الله ده موضوع شنو؟ ده أنا تربينا سوا ويدقونا سوا يكفتونا سوا بلبلة فينا، أنا مضطر أرد. والناس اللي حضروا الجلسة لما سمعوا الرد بتاعه ونقولات نقل من الجلسة بزعمه، واحد خدت عده في راسه مشوا معاي من أخوان اثنين، والثاني زول ما أدب ولا بعرف حاجات ولا عنده هنا، قال لي اسمع ثاني بس في جلسات زي دي تسجيل بس. قلت له ما في ذاته جلسات زي دي ثاني، خليناها مرة واحدة الله يتقبل. طيب لا آية ولا حديث، تعال شوف اللغة بعدين جايك للتفصيل. قال في الدقيقة 1:29 عن صاحبك، عن صاحبك ولم تدافع عن صاحبك، وهي صحيح عن شنو؟ صاحبك بأداة جر، ما عندي حرف جر أمش قدام. قال في الدقيقة 1:39 يعني بعد 10 ثواني، ثواني بس ما دقايق. أخطاء في النطق وأخطاء في الإعراب ذاته في النحو. قال الإمور على كثير من الأمور، الصحيح شنو؟ الأمور. طيب الدقيقة 2:37 قال الجهل، والجهل وهي الجهل دي لام قمرية. الدقيقة 2:40 يعني بعد 3 ثواني بس. قال محمد مصطفى، والسير على منهج محمد مصطفى عبد القادر المهرج، هي محمد مصطفى عبد القادر لأنه التقدير محمد ابن مصطفى ابن عبد القادر مضاف إليه والمضاف ابن. مشى قدام الدقيقة 3:00. قال ثم في تسجيلك، ثم في تسجيلك هذا، وفي عارف شنو؟ تسجيلك ولا تسجيلك؟ أمشي لقدام، تلك 17 خطأ في 14 دقيقة. والله كلام طيفور ده صح، معليش يا جماعة. قال لي يا أخي ما ترد عليه واشتغل توحيد بينفعك في قبرك، لكن في شبه أنا جبت لك الحديث. طيب قال في الدقيقة 3:28 اتصلت علي أو اتصلت على كلمة سمعتها، أنت اتصلت على كلمة سمعتها من بعض الناس، وهي على كلمة سمعتها لأنه أنا مخاطب، سمعتها أي أنت يا أحمد البدوي يا مسكين. طيب الدقيقة 4 قال ورأس أمره توحيد الله، ورأس أمره توحيد الله جل وعلا، هي ورأس أمره توحيد الله، توحيد الله مرفوع، توحيد مرفوع. قال في الدقيقة 4:22 حسب قولك، حسب قولك يا حسب شنو؟ قولك مضاف إليه مجرور. أنا وبعض أخواننا مشت زيارة لأخينا أداب، ففي واحد من أخواننا قال لي خلي سجلوا في معهد أداب في الأول آية مستوى الأول، لكن أبو بكر قال لي ما بينفع، ما مشكلة طويلة، ما قلت لي كذي أنت هذا موضوع. طيب وبعد ده قال هيا هلا يا زول. طيب هيا هلا دي جاية فيها كلام كثير، هيا هلا هيا هلا للمكاشف ما تقالت، للكباشي ما تقالت، للبرعي ما تقالت، لمحمد المنتصر ما تقالت، اتقالت لناس زينا نحن، الله يتقبل نحن مساكين، لكن دعاء التوحيد تقول لهم هيا هلا كذا. اصبر لي دي عندي فيها تعليق كثير. حسب قولك الدقيقة 5 ده الخطأ العاشر، يعني المتوسط كل دقيقة فيها كم؟ فيها خطأان. يعني كل 30 ثانية اديه شنو؟ خطأ. يا اتكلم بالدارجة انا بقول لك. قال ناقشت، هنا ناقشت وقال ناقشت، وكان واصل
مفروض تكون ناقشته، لكن دي خليها. أمش قال شنو؟ فكر مزمل، مزمل عنده فكر ولا بيدعو إلى التوحيد والسنة؟ وزول ما فرق بين الدعوة والدين والفكر؟ في فرق ولا ما فرق؟ في فرق. دي خلوها أمش قدام، مع أنها دي خطيرة جدا، اللي ابن عثيمين عنده فيها كلام. طيب فكر مزمل وأصحابه، هي وشنو؟ وأصحابه، لأنه معطوفة على المجرور بالإضافة مجرور، معطوفة على المجرور بالإضافة، يبقى يكون شنو؟ تكون مجرورة ذاتها. طيب دي الدقيقة 95 نمشي عشان الزمن. أخونا أبو بكر جزاه الله خير عنده تعليق، قال أن تدافع، أن تدافع في الدقيقة 5:14 إيه أن تدافع؟ الدقيقة 6:27 قال أتحدى كل من، هي أتحدى شنو؟ كله، رفع كل ودار يرمينا نحن، وكل منصوبة رفعها وتنصب علينا نحن بالألفاظ، لف وتدور بوريك ناسي ليتضح لك أنت أنك كذاب وجاهل، عنده جهل، عنده جهل. اصبر لي اصبر لي شوي. طيب الدقيقة 6:44 قال في أصحابك، قبل عن أصحابك يعني أصحابك، وأسي في أصحابك، وهي في أصحابك، في محترمة، عن محترمة، يا ناس احترام من ناحية لغوية. طيب الدقيقة 48 ثانية قال عن الصوفية تضرب، هي تضرب، تضرب كلام أهل السنة بعضهم البعض، وكلام أهل السنة لأنه مضاف إليه مجرور، وبعدين قال بعضهم البعض، هي بعضهم البعض. طيب الدقيقة 11:06 قال حتى أبين، هي قال حتى أبين له، هي حتى أبين له مفتوحة جعل ساكنة لأنه حتى تنصب. طيب الدقيقة 11:12 قال في مسجد قائم عليه إنسانا معين، هي إنسان معين نصب. الدقيقة 13:09 قال إن أردت به شيء آخر، هي إن أردت به شيئا آخر، حتى لو داري كيف يقول إن أردت به شيئا، صح ولا ما صح؟ نعم لا ألف، لكن نزال الله العافية. ده 14 دقيقة فيها 17 خطأ لغوي، عشان كده أنا برود عليك بالدارية وباخذ راحتي. المشركين قالوا، هي المشركون قالوا، لكن باخذ راحتي لأنه بالداري أنت كان تسكن طوالي تواصل سكون، ولا تتعلم زي الناس لغة، وبعد ده يصف أخواننا بالجهل كذا. أصبر لي، دي من ناحية التعليق على الرد ابتداء. طيب أمش قدام التناقض في هذا الرد، قال بيّنت لك عوار مزمل ومن سار على نهجه، بيّنت لك عوار مزمل ومن سار على نهجه ولم تحرك ساكنا، انتبه لللفظة دي، ولم تحرك ساكنا، يعني انت شنو سكت ساي، لم تحرك ساكنا، لم نافية ساكنا نكرة في سياق النفي تفيد شنو العموم، ولا ساكن، كنا بعدهم نحكها معاك ما اتخذ شيء بعدها في مواضيع تانية، كنا مناول لك لما انشاكلنا اخواننا زعلناه ونساء الله يتجاوز عنا. طيب قال لم تحرك ساكنا ولم تدافع عن صاحبك، عن صاحبك خليها، قال بل وافقتني، شوف التناقض وين، ما قال لم تحرك ساكنا، ما تم دقيقة، قال بل وافقتني على كثير من الأمور، يعني معناه في أمور غير الكثير دي شنو أنا ما وافقت فيها، وده ما تحريك لي ساكن، ده كم ساكن، لأنه في أمور يعني ما ساكن واحد. طيب مش قدام، قال بعد شوية قال أنا ما أعيب عليك يا شيخ إلا كلمة ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، معناه أنا دي عبتها عليه وحركتها ساكنا ولا ما حركتها،
قال براو في الرد خلي النقاش الحصل خلي النقاش انا ما بجيب لك حقائق نفسي. طيب مشى قدام قال هدرت اصل دعوتهم امامك. اصل دعوة منه مزمل واداب والشباب، ما هي اصل دعوتهم؟ السؤال مش التوحيد والسنة. طيب وزول في تسجيل اثبت انه النازل بيدعو للتوحيد وقال اهدر اصل شنو دعوتهم، وين التسجيل؟ التسجيل هذا قال في نفس الرد ذاته علي ده قال مقروء ومكتوب، هذا المقروء ده خط منه حسن عطا الله كتبه بيده يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ما قال هدر اصل دعوة الشباب، وما هي اصل دعوتهم؟ التوحيد. يبقى مشكلته ما اسلوب، بس مشكلته ما اسلوب. طيب وده الكلام اللي كان بدند حوله اخونا شيخ مزمل حفظ الله، واصاب الحق وخالفته في ذلك واصبت الباطل وارجع الى الله تعالى. طيب لكن الزول ما عنده مراوغه، افهموا كلامي، انت قال انا تعصبت زي ليه؟ لانه عنده مراوغه، بوريك المراوغه وين. قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، نقل لي بعض الإخوة اللي هو قدامكم ده أني قلت في مزم الفقير ومن معه ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، فقال لي الأخ المذكور، ما دار يذكر اسمي، في سير في النقطة دي أنتم ما عارفينه، أنا عارف. أيوة السر إنه كثير من الناس ديل أقبل في رده، أنا سمعته طالب بالوضوح، وكثير من الناس ديل زيه وزي خالد خليفة بيقولوا أنا سلفي، أحمد البدوي ده سلفي، لكن ما بنقدر نشاركك في محاضرة عامة. ليه ما بتشاركوني في محاضرة عامة؟ لأنكم بتدعاون، لأنك بتدعاون مع منو؟ مزمل وآداب. فكونه يذكر اسمي دي ما مشكلة، ما هو تسجيل منتشر، عشان كذا قال ذكر لي بعض شنو الإخوة، واحد إخوة بتاع واحد. طيب قال وأنا أقول لكم كلام أول مرة يمكن تسمعوه، في الساحة ديل السلفيين غير الحزبيين اللي بينتسبوا للسنة وعندهم من البدع ما عندهم، السلفيون اللي في الساحة بعضهم عندهم ما عندهم من اللخبطات، النازل كلهم مديت لهم يدي، واحد بمش له في بيته بقول له نعمل محاضرة سوا في التوحيد والصوفية ما بمد يده وما بيعملها إلا أخواننا ذيل، بس دقوا صدورهم قالوا الزول ده معالك لكتو نجره لما ننجض. والله في النهاية أنا انتقلت من المرحلة الثانية ومريت بمراحل زي أبو الحسن الأشعري، انتقلت لحد ما وصلت المرحلة الأخيرة، الله يتقبل جزاهم الله خير. والله أنا أدعو لهم في سجودي، شفت أخواننا دير أدعو لهم في سجودي، وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني بهم في الجنة. طيب قال نقل لي بعض الإخوة أني قلت في مزم الفقير ومن معه ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، فقال لي الأخ المذكور هل تريد بذلك العموم؟ قلت لا، هناك قرى دخلوها ولم يحصل منه ذلك، هي منهم جاب منه، قال ولم يحصل منه ذلك يعني منهم الإفساد، يعني ما حصل في قرى دخلوها وما حصل فيها شنو؟ إفساد. لو كان دعوة دي كلها إفساد مش كان ما يستثني؟ مش كان مفروض القرى دي كلها تكون إفساد؟ شوف التناقض وين. طيب قال ولكن المقصود أنهم أفسدوا كثيرا، وذلك بسبب، يعني الإفساد بسبب شنو؟ وقبل قال هدرت أصل دعوتهم، وشوف هنا قال الإفساد بسبب شنو؟ قال بسبب الجهل، بسبب الجهل،
وصف إخواننا بشنو؟ بالجهل. طيب، ستعلمون من هو أحق بهذه الأوصاف إن شاء الله تعالى. والغرور، أخواننا عندهم جهل وعندهم شنو؟ غرور. والعجلة وعدم النظر لباب المصالح والمفاسد وطريق عرض التوحيد. يعني هم بيعرضوا التوحيد لكن طريقة لعرض التوحيد دي من أسباب الإفساد، وطريق عرض التوحيد على طريق المهرج محمد مصطفى عبد القادر الذي هو شيخهم في هذا الأسلوب. عشان كذا أنا كنت بناقش إنه الزول خلافه في شنو؟ في أسلوب وليس في أصل شنو؟ الدعوة كما وهمت من كلامه. قال: وهو شيخهم في هذا الأسلوب الردي الذي عطل وصد كثيرا من الناس عن الحق، والله الموفق. وكتبه أبو عبد الله حسن ابن عطاء الله 29/2/1439 هجرية، وده الإمضة بتاعه، ودي الورقة الداني له هو برا والداني له. طيب أنا مشيت له عشان يكتب لي ورقة عشان يطلع لي تسجيل، قام كتب كتابة وكتب هذه الكلمات كتابة وسجلها صوتيا. طيب الكلام ده يا أخوان علاقته بالتناقض شنو؟ التناقض الزول قال هدرت أصل دعوتهم، وهنا ذكر إنه من دعوتهم التوحيد، لكن السبب الجهل والغرور والعجلة وعدم النظر لباب المصالح والمفاسد. والأمر الخامس أنهم على أسلوب محمد مصطفى عبد القادر. الكلام ده مش كله كذب، الجهل أخواننا ذي الجهال جهال، زول يقرأ الأصول الثلاثة بشرحها، أجرمية بشرحها، كتاب التوحيد بشرحه، اسمع المحاضرات، اسمع وذاته ذاته حسن عطا الله قال لي مزمل من بدري نحن سامعينه بيرد على السرورية والعمل في حرب السرورية نحن ما عملناه، ده حسن عطا الله. وقال لي مزمل ده زول طيب، شوف اتصل عليك الله ويطلعوني انا ذا وجهين. قال لي مزمل ده زول طيب وخليك جنبه، قال لي عشان ما يسوق الدعوة زي هاني بريك في اليمن إلى آخره وكذا، دخلوا القنوات بعد شوية لخبة السلفيين. مزمل أخوه القنوات بيشاور فيها أول شيء قبل ما يخش، وآخر غنى دخل دي الحارقة النازل لما لقاني واحد حزبي في أم درمان قال لي يا زول زول كنت وصل العربية عديل، قلت له ما الشغلة دي ماشي، أنت قال بيخش ساي هذا الأخوان ديل سؤال القنوات دي بشاور فيها العربية، انت قال دخلها ساي في واحد من العلماء الكبار نصحوا، ده منو يا جماعة نصحوا؟ محمد بن هادي حفظه الله تعالى. طيب وصفهم بالجهل واحد، وفيهم من يحفظ البخاري ومسلم. وكيف القرآن ده ما الله يتقبل، كثير منهم حافظينه لكن البخاري ومسلم حافظينه وغيره من الكتب. وزول عنده جهل يخوف السرورية، وعنده جهل يكسر الصوفية، وعنده جهل يفرتق الحزبيين، وعنده جهل يحارب الإخوان المسلمين، وعنده جهل واحد تاني يعمل معهد يدرس فيه اللغة ويدرس الفقه، ده كله جهل. وما أنتم إلا جهلة اجتمعتم على الجهل لبث الجهل، عليك الله ده ما كذب. وفي نفس الرد اسمعوا الان رديت به عليه المره اللي فاتت فيه، انه انا ذكرت له انه مزمل يدرس مع عبد الرحمن محي الدين و11 كتاب ختمه معه وماشي 12 13 ماشي ياسي بيدرس معه بيدرس، مشينا زياره اسبوع في المدينه كان هناك جزاه الله خير، مشينا الظهر ودانا مزمل ذاته ودانا قباء مسجد قباء، عنده شيخ هناك بيدرس معه اسمه مسعود الافغاني بيدرس معاه تفسير. العصر قرب قال عندنا درس، مزمل ذاته وين؟ مشينا مسجد هناك جنب الشيخ محمد بن هادي، لقينا درس للشيخ محمد بن هادي جد الرسول. المغرب قال والله عندي درس يا جماعه في الحرم المدني، ماشي وين؟ المدني. بعد المغرب شفنا بعيوننا قاعد مع الشيخ عبد الرحمن محي الدين، الشيخ عبد الرحمن محي الدين بيدرس فيه في الكتب. وانا ذكرت كلاما
في التسجيل وهو سمعه وما زال يصر على وصفهم بالجهل. عليك الله الزول ده الحاصل على شو؟ حقد، والله في حقد. وأديك الدليل على الحقد الثاني من الأدلة عشان نواصل في الرد في التناقض وفي الكذب. لو أنا الآن وعدت حسين ده أو هو وعدني قال لي يا أخي أنا جايك الساعة 4 ما جاني إلا الساعة 8 أنا غضبته. بعدين جاني ومعه واحد ثاني، الواحد الثاني ده قال لي يا أحمد حسين ده ما تلومه والله كان جايك الساعة 4 زي الوقت، لكن والله أنا لا أخرت وأنا المسكته. ثاني بلوم حسين ده ولا ألوم الثاني ده؟ والزمن يعمل مناظرة على صوفي داعية من دعاة الشرك، مناظرة ساعتين. الصوفي أكثر من 70 غلط في العقيدة والفقه وفي اللغة وفي في وفي في، ولا غلط ما يذكر، ويذكر مزمل بغلط أنا السبب فيه، وأنا وريته قلت له أنا السبب في الغلط ده، ما مزمل أنا السبب في الغلط ده. تاني تلوم مزمل عليه ده حقد ولا ما حقد؟ وأنا الليلة لو نقلت نقلة عن زول جمهوري قلت محمود محمد طه قال كذي، بفوت ساي ولا بقول الضال المبتدع المجرم؟ بفوت ساي ولا بديهم؟ انت تجيب مناظرة مع صوفي تردم السلفي وتخلي الصوفي؟ دي غيرتك على التوحيد؟ وانت لو بهمك التوحيد يا حسن عطالله تشيل الأخطاء. شباب عندهم أكثر من 1800 تسجيل في النت، تمرق لهم خطئين ولا ثلاثة وتدسهم بورا قدروا ما يمشوا لقدام تضعنهم بين، لو داير توحيد ما تتصل بهم تقول لهم انتوا أخطأتوا. ولا كما قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، لكن رب العزة والجلال قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والله بما يعملون محيط. يا حسن يا ابن عطاء الله حصن صيامك بالسكوت عن الخنا، حصن صيامك بالسكوت عن الخنا، واطبق على واطبق على عينيك بالجفنان، لا تمشي ذا وجهين من بين الورى، شر البرية من له وجهان، شر البرية من له وجهان، لا تحسدن أحدا على نعمائه، إن الحسود لربه، إن الحسود لحكم ربه شنآن، إن الحسود لحكم ربك شنآن، لا تسعى بين الصاحبين نميمة، تقول أنا أخواننا اتكلمت فيهم وإنت ما دافعت عن أصحابك، لا تسعى بين الصاحبين نميمة، لا تسعى بين الصاحبين نميمة، لا تسعى بين الصاحبين نميمة. ليه تنقل النميمة بين الناس؟ ليه تنشر الشر؟ وبين عينيك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أسباب عذاب القبر النميمة. طيب قال والغرور، وصفهم بالغرور. ما هو الغرور؟ الزول اللي بيقول للصوفية أنا جاهز لكم مغرور، اللي بيقول للإخوان المسلمين جاهز لكم مغرور، وإن كان ده مغرور انت ما قلت لنا حيا هيا هلا انت برضو مغرور. لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك إذا فعلت شو؟ عظيم. نحن بنقول لأهل البدع، انت تقول لأهل السنة هيا هلا، وانت ما قلت يحبون الصراع والمشاكل انت برضو بقيت تحب مع زينا الصراع والمشاكل، برضو بقيت الشغلة دي بقيت عليها خلاص. طيب
قال والعجلة وصف إخواننا بشنو؟ العجلة. وإخواننا في هذا الموضوع بالتحديد لم يستخدموا العجلة، موضوع عقده بالذات هم استخدموا في العجلة. في نفس الوقت أنا رديت على الخميس بالمساء، كان بيني وبينه مودة، رديت عليه الخميس بالمساء، رفعوه الجمعة العصر بالليل، ردمني طوالي المتعجل يا توب يا ناس، كديت براحك أي كلمة قالها منطبقة فيه متعجل. أنت ما متعلم ما تبقى خفيف يا أخ، وليد صغير يرد عليك طوالي تهيج طوالي، و17 خطأ في اللغة تهيج طوالي، ودر كامل ما فيه آية ولا حديث، متعلم عن شيخ مقبل يسألوه فتوى يجيب النصوص. طيب قال وعدم النظر لباب المصالح والمفاسد، يعني إخواننا ما بعينوا لباب المصالح والمفاسد. هل من المصلحة نشر خطأ لداعي التوحيد في مناظرة كسر فيها شوكة داعية الشرك، وداعية الشرك عنده فيها 70 خطأ، 70 خطأ، هل دي من المصلحة من الدين؟ طيب وبعد ده طالبنا قال ما لكم ما بينتوا، ما بينا أقرأ كتاب التوحيد، مش قلت جاهلين بالتوحيد، أقرأ كتاب التوحيد يا حسن عطالة، أقرأ كتاب التوحيد، أقرأ الفوائد المستخرجة التي استخرجها الإمام محمد بن عبد الوهاب من الحديث الذي في البخاري ومسلم من حديث معاذ، وفي آخر الحديث لا تبشرهم فيتكلوا، أقرأ الحديث ده بعد ذاك أسألنا ليه أنتوا ما بينتوا، أقرأ فوائد الحديث ده، أقرأ صحيح البخاري الفيو، قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أقرأ صحيح مسلم الذي فيه قال عبد الرحمن ابن مهدي لا يصير الرجل إماما وهو يحدث بكل ما سمع. أقرأ صحيح مسلم الذي فيه قال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم شنو؟ فتنة. في ناس عندهم خلل في المسائل دي نحن ما نتكلم فيها زاي، وفي بعض الحق ما بنقوله ما بيفهموه. أمش أقرأ القواعد المثلى وشرح القواعد المثلى لابن عثيمين، شوف الفرق بين التشبيه والتمثيل، بعد ذاك تاني يتكلم. وأي زول الآن الكثيرين بيقولوا التشبيه هو التمثيل والتمثيل هو التشبيه، وأنا جبت لك بالتحديد في الخطأ اللي أنت جبته، جبت لك بالتحديد، والخطأ ده سببه أنا وأتوب إلى الله تعالى. تاني عندك شيء؟ تاني أنت بتقدر تقول أتوب يا حسن؟ تقدر؟ وكذبت هنا في نهاية المحاضرة دي بباهلك، بكرة في مناسبة في رفاعة أنا متوقع ويجي، لو جاء في الصيوان من السيستعد بوقفك قدام الملأ وباهلك أمام الناس، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وأنا جاهز أي كلمة. لو ما ذكرت قول الله تعالى قبل أن آتي إلى هذا المكان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما بقوله والله، شنو أنت لخبطة كثيرة. طيب إحنا ما الزمن طويل يا ناس، وأنا كلام طويل. طيب قال وطريق عرض التوحيد على طريق المهرج محمد مصطفى عبد القادر، ده كذب ولا ما كذب؟ كذب. نحن على طريق محمد مصطفى، في ردي قال على منهج محمد مصطفى، او شوف فرق بين الاسلوب وشنو والمنهج، وهنا قال على اسلوب محمد مصطفى. محمد مصطفى ده عليك الله ما من الظلم تصف به واحد من اخواننا الان، ما من الظلم، مزمل ابو بكر شهاب غيره، بس الثلاثة ديل أمسكهم، ما من الظلم تصف بواحد من ديل يا أخي، عملوا محاضرة في التخلص من رواسب شنو الدجال، تقال الدجال دمنه ما ياهو ذاته محمد مصطفى، وتكلموا في الأسلوب ذاته، تكلموا فيه والشغلة حصل فيها ما حصل، حفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله أعلم. طيب تجي بعد تقول على أسلوب محمد مصطفى يا أخي ده ظلم، أسي أنا كان قلت لك على أسلوب فلان من أهل البدع، على أسلوب القرضاوي تبترضى؟ مصطفى ده بسب الصحابة نحن فارقناه جملة وتفصيلا، حتى في الأسلوب حتى في المشي فارقناه، لو مشوا معانا ذاته كم نفر زيه بنطرده طوالي،
لو وقف واحد قدامنا زي ورانا زيه بنطرد، ما عندنا اصل وحلاقه بتشبهنا بمصطفى دي، ما عندنا بها طريقه نهائي. مصطفى يا اخي ده مخالفنا ظاهرا وباطنا الدقين بهبشه وشغلات كثيره. طيب واسلوبنا مختلف من اسلوب محمد مصطفى، والمصالح والمفاسد اخواننا دي اللي بيراعوها. مزمل ده انا بنفسي دعيته سنار، جاي هناك قلت له المسجد ده ما بيقبل اسماء، عديل كذب والدعوه ماشيه فيه، لو جبت اسماء شغله دي بتجيف. لما انتهى كلام ما جاب ولا اسم، ده ما براعي المصالح والمفاسد. جاء هناك مسجد ابي بكر الصديق اتكلم فيه من غير اسماء، ما براعي المصالح والمفاسد. جاء ما شاف رايات هناك والكلام ده ذكرناه، وابو بكر برضه هناك بغادي برضه يتكلم من غير اسماء في محلات، ومن محلات بنجيب اسماء. لو ما راعي المصالح والمفاسد مش مفروض الشغله كلها بس تكون كذي؟ يا اخي ده كلام شنو ذاته؟ زول ده بجيب الكلام ده من وين؟ لكن كما قال تعالى: ام حسب الذين في ان ليله بملاك نصوص وباخذها في محلها ان شاء الله. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم. ده كله بسبب الحقد والغل. اعماك صرت تتكلم بما لو حوسبت به لطأطأت راسك. طيب نمشي قدام. قال الشباب ده عندهم فضايح وانا ما اقدر اطلعها، لئلا تتخذ الصوفيه ذلك ذريعه للطعن في التوحيد والسنه. فضايحهم شنو؟ اتحداك طلعها طلعها، طلع فضيحه واحده عند الشباب. ما عندنا اي فضايح ولا فضيحه واحده، كذب كذب كذب. وان قصدت بالفضايح الاخطاء اخرجها، إن أصبت الحق كان التراجع، وإن أصبت الباطل رد عليك باطلك. تاني في شيء؟ وين الفضايح؟ كلمات كذي زي برضو كذب علينا في حاجة بذكرها لك بعد شوية. طيب قال طيب بعدين من التناقض قال مزمل ده جاهل حتى في أصل التوحيد، وقال جاهل بالدين ذاته، قال انا ادرت دعوته جاهل بالدين. بعد شويه قال بالله لله الحمد رددت على من هو اعلم منك او منه واكبر منه. اعلم ده اسم شنو؟ تفضيل. يعني في واحد عنده علم واحد شنو؟ اعلم. وقبليه قال شنو؟ جاهل. هسه ده ما تناقض؟ زول ده بيتكلم كيف؟ زول ده مشى اليمن وجزاي والحاصل شنو؟ انت ما وصلت دماجه والحاصل عليك شنو؟ طيب نمشي قدام. ما تستغربوا يا جماعه من الشده، الرجل ده ما ظلم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب قال في الكذب، يلا تعال شوف الكذب، بديك اكثر من 10 كذبات لحسن عطاء الله. واحد قال دخلوا بعض القرى فأفسدوا. الكلام ده كذب ولا صدق؟ كذب. كذب براكم بتوافقوني فيه. أسلوب محمد مصطفى كذب ولا صدق؟ كذب. كذب. اثنين. ثلاثة مزمل جاهل حتى في التوحيد، ده كذب من غير مجاملة ولا صدق؟ كذب. كذب. طيب اجتمعتم على الجهل لبث الجهل، الكلام ده كذب ولا صدق؟ كذب. كذب. ماشيين. طيب قال عني أنا دي أنتم ما حاضرين، يلا اصبروا شوفوا لانه اللي فيها مباهله والجايات بعدها. قال عني انا حتى انت يا احمد تراجعت عن بعض المسائل. وين اذكر المسائل اللي تراجعت عنها؟ ذكر واحده بس، قال اركان شنو؟ النقاش، وانا بوريكم نفسي ده تراجع ولا اسم حاجه ثانيه في الشريعه. قال بعض المسائل، اذكر لي البعض. وين الباقيات؟ وين انت زعلان مننا يا اخي؟ انت اي شيء بتجيبه في الرد انت ما قادر ذاته تضبط لسانك وتخبط في اللغه، انت بيقول لك بتدس علينا بعض التراجعات. ما وين التراجعات اللي انا تراجعتها؟ وينها؟ طيب قال في مساله الاركان، قال تراجع في مساله الاركان وكان جاهلا بها. طيب الرجل ده قال لي اركان النقاش، قال لي الحمد لله لي تجيد انا ذاتي دار انبهك عليه مثلا. ها شنو؟ قال لي اركان النقاش دي فيها مفاسد، المفسده الاولى كذا والثانيه كذا وماشي،
في وحدات بتم إلا أنا، وحدات قبل ما يقولها بتم أنا. لما ذكر بعض المفاسد، ومفاسد محتملة كلها محتملة، ما فيها واحد يقين كذي طق، ما بتذكر واحد جابه يقين طق، ما محتملة كلها. طيب لما ذكرها قلت له يا أخي وكي تصلوا كذي المسألة دي، أنا تاني من الليلة لما تجيب لي أقوال لعلماء، أنا تاني ما بخش ركن النقاش، لما تجيب لي أقوال لشنو؟ علماء، يا قالوا الشغلة دي ما بتجوز، بعد ذاك أنا أشوف اتذكر كلامي ده يا حسن عطا الله، ذكر كلامي ده أنا بكذب فيه ولا صادق، عشان تاني لو العلماء قالوا الأركان ما بتجوز، أي أنا أشوف الأركان اللي أنا دخلت فيها أتعامل معها كيف، يعني كيفية الرجوع يكون كيف، والبيان. الكلام ده يا جماعة في الشريعة اسمه تراجع ولا توقف؟ توقف. الدليل على انه اسمه توقف انه انا طالبت بكلام لعلماء واحد، وانه انا قلت له الليلة بقيف مين الليلة لما انت تجيب لي كلام لعلماء، بقى في حد معين في وقفتي ده، لو جبت كلام انه حرام ما بجوز، نشوف الحكم الشرعي انا بعد ذاك المسائل الان دخلت فيها اركان المواضع اتعامل معاه كيف. طيب والدليل على انه توقف انه لو انا تراجعت ما كان بقول له حتى نشوف كيف نتعامل مع الاركان اللي انا دخلت فيها، بعد تجيب لي كلام لعلماء، بعد تجيب لي الكلام ده اسمه توقف وليس تراجع. وبعد ذاك انا جيت يوم الاثنين بعد الرد عليه مشيت زياره لاخينا اداب جزاه الله خير في بيته، وعزمنا جزاه الله خير، مشينا واداني علم في المساله دي كنت اجهله جزاه الله خير، وتبين لي ان هذه الاركان فيها من المصلحه ما فيها، وانا واصل فيها ولله الحمد. الله طيب ده اسمه توقف يا حسن عطا الله، ما اسمه تراجع، تفهم كيف انت. طيب مشى قدام من الكذبات قال ما حركت ساكنا في الدفاع عن اصحابك يا اصحابك. يا جماعه باختصار كذا عشان ما اكثر لكم الكلام، انا اخواننا ديل انا بناقش فيه من العصر ليه بعد العشاء بساعة، معقول الفترة دي كلها بس الزول ده اداني فيها الخمستاشر دقيقة القالة دي وبعتاشر دقيقة، معقولة؟ انا مرضيت لما قال ادم تلميذي اعلم من اداب، دي مرضيت منه، قلت له لا 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 دي انا ما بخش فيها. لما قال لي ادم اعلم منك الذي صدقت فيها، ما مجاملة ولا تواضع، صدقت فيها. وأنا سمعت لآداب وسمعت لآدم وما بفضل بيناتهم، لا بقول ده أعلم من ده ولا أعلم من ده، ولا أخواننا يوم سمعتهم بيذكروا مسائل زي دي، أنتوا سمعتون قاعدين يذكروا كلام زي ده، لكنه دار يبينين إنه أنا شجاع وأنا عندي إنصاف، حتى آدم المختلف معاه بنصفه وكذا وكذا وكذا. إذا كان كلمة آدم أعلم من آداب، أنا ما رضيت في آداب، كيف أرضى تطعم فيهم وما حركت ساكنة؟ أصله أنا بفوت لك ساي الشغلة دي لو باركوها ساي بس كده، ما كان الشغلة دي في حاجات، وبعدين في أشياء أنا ما رديت عليها لأسباب أوريك لها سبع شوية في نهاية الكلام. طيب بعد ذاك مزمل أنا دافعت عنه في كثير من المسائل ويعلم الله ذلك، ومن الشهود أخونا أبو بكر سليمان ده حضر الجلسة، واخونا حسني محجوب حضروا الجلسه، لما سمعوا رد حسن عطا الله لما استغربوا ذاته، معقوله؟ قالوا انت يا احمد ما دافعت عن الناس ديل والشباب ديل؟ الزول ده بيذكر خطا، بقول له ده السبب فيه وانا زي ذكرت لك قبل، بيقول لي اغلقوا المساجد، ذاك المساجد اللي اغلقوها كلها الظلم فيها ظاهر لاخواننا، ثاني تلوم اخواننا ودقوا اي مساله، والله طعن طعن. لما ذكر بعض الاخطاء قال لي في تسجيل كذا قالوا كذا، قلت لهم في تراجع، اخواننا ذيل تراجعوا، اتراجع مزمل، اتراجع كذا، فلان اتراجع اتراجع اتراجع. انت عارف حسن عصى الله قال لي هسه كون انا اقول الزول ده تراجع ده دفاع عنه ولا ما دفاع؟ ما حرك ساكن، دي كذبه ذاته يا حسن، كذبه. انت عارف ان قال لي شنو؟ ومنا انا الزول ده عاينت له، واحد من طلابه برضه علق منا، والله من الوقت ده قلبي اتغير منه،
قال لي يا أحمد نحن ما مشكلتنا إنهم بيغلطوا وبتراجعوا، دي صفة طيبة، لكن كيف يترأسوا الشباب ويتكلموا باسم السلفية ويظهروا باسم السلفية؟ مين أنا الزول ده شنو؟ لقيت بعاين من بعاين لي طشاش طشاش يا أخي. قلت له يا أخ متزمل ده ما دار ترأس، أنا بعرفه الزول ده برافو ما دار ترأس. قال لي يا أحمد ما خلاص يترأس. قلت له يا أخ الزول ده كله ما دفاع عن متزمل. قلت له الزول ده بلغ دعوة، الناس شافوا بلغ دعوة أشاروا له بالبنان واحترموه. قال لي برضو بقراس ها يعمل شنو؟ قلت له يا أخ ما يتكلم في الدين متزمل ده، ما يتكلم في دين الله. قال لي أنا ما بقول زي نزار هاشم اللي يطلع تزكية، اللي يتكلم بالبعلم وهاي حديث ويتكلم. طيب ما لما يتكلم بيقول له انت تكلمت جزاك الله خير بالتف وحوله وكذي، تاني بقى راسه اللي انت خايف منها دي تاني جاء. يا ناس دي حلوك النازل بيفهموا كيف؟ ده كله انا ما حركت ساكنا، وفي اشياء كثيره وبعدين عنده تناقضات وعنده لف ودوران ومصائب كثيره، وكله انا كنت بداري له دارج مع الشمل. مشيت للمناقل ما جاني هو، مشيت انا عشان اصلح بينه وبين سلفيين. يقول لك كلام فيه افساد بيني وبين السلفيين ديل، انا جيت اصلح انت جيت تفسد. هل جزاء الاحسان الا شنو؟ الاحسان. طيب مش قدام الموضوع ده طويل يا جماعه، هزنوا هزنوا انتوا يا جماعه. الكلام ده بتفسروه كيف؟ الكلام ده وش هو الابيات دي؟ انا غايته فاهمي فيه، بس شفت الابيات اللي ذكرتها عليك دي وقبل اللي اخبطت فيها بس يا هزات شفتها. حصن صيامك بالسكوت عن الخنا، واغمض على عينيك او واضمم على عينيك بالاجفان، لا تمشي ذا وجهين من بين الورى، شر البريه من له وجهان، لا تحسدن احدا على نعمائه، ان الحسود لحكم ربك شاني، لا تسعى بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الخلان. بس ده انا فاهمي لها، لانه الزول عمل اشياء فيها نميمة كثيرة، في اشياء فيها افساد. اول شيء من ضمنها قال انت منزوي بحسب ما تقول على مزمل، يعني انت لو عندك صحبة واخوة مع منو مزمل معناها الباقيين ديل شنو؟ انت عندك فيهم الراي، ما عندي فيهم الراي. وانا اكثر الناس اللي بيسالوني اسئله ما بعرفها بديهم رقم نفرين، حسن عطا الله وتاني ما بديهم لي ما سوى، والتاني اداب. والليله دي الصباح زول اتصل بي من برا البلد برا السودان سالني سؤال ما اعرفه، اتصلت باداب ولقيت عنده علم ما لم اعلمه، وجزاه الله خير. انا عندي منزوي لمزمل واداب عندي في وراي، وبنات بيتصلوا شغله خلاها مستوره وما عندنا لخبطه نحن، بنات بيتصلوا بديهم رقم اداب لاني اعرفه واثق فيه في ديني وفي خلقي. برضه منزوي لمزمل. بعدين الزول اللي تعارف بيقول كلام غريب، قال ولا زروق، قال الزروق الزروق قاعد معاكم، قال ازددت فيه تركا في الطابق الفوق زراوة بوكر اداب ذاته قاعد معاكم يا حسن بتجو هنا دي في الخرطوم ده الزروق ازددت فيه تركا. لا ما حامد شاويش الثاني مصعب اسماعيل خليك واضح، ما قال ابقوا واضحين، ما زراوة اداب فوق. تقول لي زروني انا؟ بعدين الناظر عشان تعرف النية او عشان تعرف الشر قال لي ولا زروك. اخواننا ديل من يوم ناقشتهم، والله من يوم ناقشتهم ابو بكر ده شفته لما ردد علي حسن عطا الله ولا بيناتنا تلفون، ده زراني بوين يعني؟ ده بس قعدني كده ده زراني بوين يعني؟ ولا تلفون ما بيناتنا خليني اتلاقى ولا رساله. لما ردد عليهم وكان صابر الجماعه اتصلوا بهم احمد البدوي ده كيف اللخبطه دي كيف؟ اصبروا يا جماعه زول اخونا اصبروا ليش شويه خلاص قنطروني قربوا يشوتوني شغل الله ستر. انا وانا ما خايف من زول ولا هم خايفين من زول، وده دين في النهايه دي تعرف الوضوح بيناتنا ده ما دين في النهايه الله بوفقك، وده درب توحيد
اشتغلت فيه الصح وسنه بتلاقينا في الدرب ده حسن عطال. الله الله. اشتغلت زي لخبطتك دي بطريقتك بعدين بطريقتك، وانا بوريك ونسي بعد شويه تدليس. زروني كيف يعني؟ ومزمي لسي في السعوديه، بس ده زراني بوين؟ شاب ده في السعوديه، ما شو بعد ايام سووا محاضره تلاقينا فيها، ما فتحوا لي الموضوع ذاته. لسه صابرين، دارين يجلسوا يناقشوني بعد فترة. لما رديت ما بزول جلس معي. ما جزاه الله خير وانا جزاني الله خير. يا ناس. استغفر الله واتوب اليه. زروق قال الله، انا حرقتني شديد الكلمه. يا زول لدين زروق كيف يعني؟ هو يا زول. طيب. بعدين وصف اخواننا بالدسايس، قال الاشياء دي تحت التسجيل دي ما عند لا تخفى الاشياء دي، يعني عند اخواننا. وانا والله الرجل ده جلست معه كده، جلست معه واحد من اخواننا بطلع في موبايله وسايب يفتح فيه، اخونا اسمه حسني، شلت موبايل حسني والبي جنبي بي جاي اسمه وقر، شلت قلت له جيب موبايلك، قال لي ما جبته معايا ولا كلمه زي دي، والتالي شلت موبايل طلعت موبايلي كل لميت خطين بعيد. لما حسن عطى الله ذاته قال لي لا لا يا اخي نحن زول جانا هنا دي منسخ فيه بعد ده نحن بتاع هندسايس، قال لي لو عارفين كان سجلنا لك كلامك في اصحابك تسجل لي انا، وقلت فيهم شنو اتحداك وباهلك انه انا اسئت لاصحابي قدامك وانه انا ما دافعت عن اصحابي قدامك، اتحداك وباهلك يا حسن عطى الله. نجعل لعنة الله على الكاذبين. تدغدغ في العواطف يا أخو، تفتح الباب للشياطين بالكذب والزور والبهتان، وده جزاء الخير والإحسان. أنا تعبان أجيك لهناك. طيب أمشي قدام عشان الزمن. آخ استغفر الله وأتوب إليه. قال حسن عطى الله، شوف التدليس وين. الزول ذكر مسألتين، وهاتان المسألتان في السبب، في سبب من الأسباب التي بها جرحته بأنه يكذب، عنده كذب كذاب اللي هو شنو. يلا شوف تدليس حسن عطى الله ده مفروض علينا. انت ما قلت يحبون الصراع والمشاكل، معناه ديل عندهم خبرة، معناه التدليس مفروض عليهم بفضل الله. أفهم الكلام؟ انت ما قلت كذي، وصفتنا بوصف رمتني بدائها وانسلت. والله بعدين انا الزول قلت يكذب، من الادله التي اوردتها غير الكذب داك بتاع انه دخلوا قرى والى اخره، قلت واحد من اخواننا اللي وجوشه محمد زين اتصل به سالوا عن مزمل واداب من ضمن الاسئله يعني، فقام قال لي هؤلاء تكفيريون. وعدت الايام وانا ما كنت عارف الاتصال. بعد ذاك في المعهد لما سالوني واثنيت عليه، وبعض الناس قالوا لي ده بقول عن مشايخنا انهم تكفيريون، ورديت على الزول ذاته قلت له يا اخي جيب لنا تسجيل انا ما اعرف بقول الكلام. رجعت قلت له يا شيخ حسن بالتليفون اليوم الثاني، السلام عليكم يا شيخ حسن، عليكم السلام، حصل كذا وكذا وكذا، والكلام اللي ذكرته انا قبل كده. قلت له هل انت بتصف اخواننا ديل بانهم تكفيريون؟ تكفيريين يعني تكفيريون؟ ايه تكفيريون؟ قال لي هذا كذب، مع انه قال لي جوشه شنو؟ تكفيريون، وتسجيله مع جوشه ده قبل شنو؟ قبل اتصالي انا. وتخيل اتذكر الكلام ده، ركز معاي، الزول ده قال بدري شباب ديل بحاربوا السروريه، يعني هو عارفهم بحاربوا منو؟ التكفيريين. وبعد ده وصفهم بانهم شنو؟ تكفيريون في التلفون. يلا تعال شوف التدليس وين. قال يا احمد البدوي بمجرد خبر عن رجل، شوف التدليس والتلبيس ده مفروض علينا يا حسن، خليك واضح. قول كلام جوشو ده كذب، قول كذب تقدر تقول؟ اي. وان قلت الليله مركتها في قيامه، الدنيا دي ما ضيقة صغيرة تنتهي، بتمش بكل ألفاظها وخصوماتها
لكن قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم شنو تختصمون عند الذي لا تخفى عليه خافية عند الذي يعلم السر وأخفى. طيب قام جاء قال بمجرد خبر عن رجل يا أحمد البدوي أو عند رجل أو عن رجل حفظ أم لم يحفظ يعني كلامي ده قلت له حفظه ولا ما شوف شوف الإجابات الدبلوماسية دي يا زول اللولا وخليها ما قلت أبقى واضحين قول عديل عند رجل كذب علي كذب كلامك بيبقى موزون بتكون مركت من الكذبة ديك وفاضل كذبات تانية ابتعد على أسلوب محمد مصطفى ودخلوا بعض القرى وهو إلى آخره دار توبة تانية. طيب قال عند رجل والكلام ده بأكد لي صدق كلام أخينا جوشو قال عند رجل حفظ أم لم يحفظ فهم أم لم يفهم هسي ده نفي لي كلام جوشو عليك الله ده نفي أمشي قدام قال أتحدى كل هي كل أتحدى كل من يأتي بتسجيل ركز في الكلام ده ما قال أتحدى كل من ينسب إلي أني قلت أنهم تكفيريون ما قال كذا قال أتحدى كل من يأتي بتسجيل وجوشو ما سجل لك وده من أخواننا ما قلت عندهم دسائس وعندهم ما قلت عندهم أشياء أنت بتتحدى بتسجيل وده ما نفي ليك أنت كلامك ده ما فيه نفي لأنك خاطبت جوشو أنت قول أنا بتحدى جوشو ده نسبته أنت ده أحمد وجوشو ده جاهز والله المرة الفاتت كنت دار مش له بالمناقل حسن جوشو ده قال لي أنا جاهز بمش معاك بباهله قدامه طوالي جاهز أنت ما تدلس على الناس يا حسن عطالله تقول أتحدى يجيبوا لي تسجيل ما في تسجيل لكن أنت قلت الكلام أي كلام بس بينفوه بأنه ما في تسجيل ده النفي كذا يا زول ده تدليس نحن ما بيخفى علينا ولله الحمد. طيب مشى قدام وصفنا بالجهل الفاضح قال في الجرح والتعديل وذكر الفاظ كثيرة خليها آخر مسألتين بعد ذاك افتح الفرصة لأخينا آداب والكلام يطول والتعليقات تطول وأنا ما أي كلمة قالها سجلتها ولا كلامه كثير. طيب قال يا أحمد البدوي إذا تعارض عندك ثقتان كلام جوشو لما معنى كلامه كلام جوشو إنه قال حسن عطالله قال لي تكفيريون وين وكلام منه حسن عطالله وحسن عطالله الوكي داك يعني عندي ثقة الوكي داك ماسي أسي ماسي غزول شابقى معاكم واضح. طيب قال تعارض عندك ثقتان يا أحمد البدوي يعني كلام جوشو وكلام منه حسن عطالله بأي مرجح رجحته ولا أصحابك زروك لا زروك دي أنا وريتك الحاصل فيها دي مرقة بأي مرجح رجحته يا أحمد البدوي أورجيك بأي مرجح رجحته يا حسن رجحت لأن عندك كذب قبلها وأنا كنت أتأول لك هذا الكذب بقول أفسد وما أفسد ده كذب كان عندي كذب كان عندي شكك في الموضوع أو أحذف كلمة شكك دي خليها إنه كنت بتأول لك يا غزول ده قصده بالإفساد كذا وما وكذا وكان كذب أيوة كان كذب. فلما جاءت الأخبار الخبر عن جوشو عن أخينا ده محمد زين ده اجتمع ثقة مع كلام محتمل وعندك أنت بحسب قولك ثقة في ثقة وثقة وفي ثقة وعنده كلام محتمل بهذا رجحت أفهم الكلام عرفت يا حسن عطالله دي نقطة. مشى قدام قال لماذا اتصلت بي التثبت لا ما التثبت ما التثبت ما التثبت ولا التثبت ساي من غير الألف تحت السؤال لاستفهام ما اتصلت بيك عشان اثبت الزول يا جماعة الزول لا أنا أخواننا ديل جيت ناقشتهم وانتوا حاضرين جزء منكم وحصل بيني وبينهم من الجفاء مع بعضهم ما حصل وفي الفترة ديك وهو سمع الزول لا سامع كلام
وإلا هو اللقاء الأخير عنده. طيب اللقاء الأخير ناقش فيه أخونا أخينا ناقش فيه أخانا والدنايل قال له مزمل لاسي ما في اللقاء الأخير لقاء طيبة قال كذا وكذا وكذا مزمل كلامه ما فيه إشكال لأن نعرف مراد مزمل من هذا الكلام بحسب صياغ الكلام إلى آخره وما نعرفه عن مزمل حفظه الله تعالى. طيب الزول يا جماعة أنا مشيت له عشان أصلح وبينه وبين أخواننا دي ما تعلمونه وحصل مناقشة بيني وبين أخواني دي وحصل شيء من الجفاء برجع له بالتلفون بالليل ما بيرفع لي بعد يوم يومين برجع له ما بيرفع بيتصلوا به ناس بيرفع لهم ركزوا في الكلام ده كويس انت في مسائل وقت بتاع اصلاح مش مفروض تشوف الحاصل شنو دي نقطه اخر يوم ومنا رديت عليه وده السؤال اللي سال ليه اتصلت انا اتصلت بعد ان علمت كذبك يا حسن واشهد الله على صدق ما اقول واسال الله ان كنت كاذبا فيما ساقوله الان أن يكبني على وجهي في نار جهنم أسأل الله ذلك ومما يدل على صدقي أني بحت به لبعض إخواني قبل الرد قال يا أخونا أحمد التوم أنا اتصلت به وهو بيستفهم أنت داير تثبت ولا داير حاجة تانية كان داير تثبت أنا وريتك يا أحمد وكان داير حاجة تانية ما تقول تدينا لا داير حاجة تانية وتدينا أنت عارف الحاجة شنو الزول بيني وبينه كان مودة ومشيت له انا اتصلت به عشان اقول له السلام عليكم يا شيخ حسن عليكم السلام انا والله ثبت لي في كلامك كذب وانا دار ارد عليك قبل ما ارد عليك اعرف الكلام ده عشان ما اكون في ثوب بتاع خيانه جيتك في بيتك وضحكنا او اتكلمنا و الى اخره وفي النهايه جيت بعد فتره اتفاجأت اني انا رديت عليك انا دار اتصل بيك اقول لك انا لقيت في كلامك كذب ودار ارد عليك والكلام اللي قلت لكم ده الان وبسبب اتصلت بيا حسن الساعه 12:47 دقيقه في يوم الرد ذاته يوم الخميس جاني اخونا احمد التوم او لاقيته المهم لاقيته قلت له يا احمد التوم المشيه للمناقل خلاص المهم تناقشنا فيها خليناه وانا اتصلت بيا حسن عطا الله قال لي يا زول رد بعد لا اتصال لا مشيه لا اي شيء قلت له انا اتصلت به عشان اقول له انا داير ارد عليك انا لقيتك كذاب عندك كذب لانه انا اختلفت مع ناس كتار وجلست مجالس وما داير يوم من الايام حتى المخالف انظر لي نظرة خيانة كونه جلست معه واجي فجأة يلقاني رديت عليه وابا ما حتى له بالكلام هذا القصد من الاتصال ويعلم الله ذلك وهذا الرد الذي قلته وفنت فيه رده أباهله فيه في الدنيا ولو وقفنا وبيننا لظى شفت قدامنا جهنم ودي أرض المحشر في يوم قال الله فيه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم نقف قدام الله كذي يا حسن الكاذب والذي لبس أو نسي وفعل الله سبحانه وتعالى يفصل بين العباد يوم القيامة وفي الدنيا أنا جاهز لأي مباهلة في أي وقت أنت كذاب عندي ما بشتغل بك تاني هذا وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد أخونا الفاضل أبو بكر نحسبه الله حسيبه عنده تعليق بعد الصلاة جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله هي دقائق إن شاء الله مختصرة جدا قبل ما نقدم أخينا الشيخ آداب اللي هو لماذا لم أرد على حسن عطاء الله على ما ذكره في هذه الورقة وفي هذه الكلمات وأخذتها منه ولم أناقشه فيها هذا هو رده هذا سؤاله في رده قال لي يا أحمد البدوي أنت ليه المسائل التي ذكرتها ما ناقشتني فيها وناقشت في كثير من المسائل زي ما سبق بيان ذلك في الرد ونسأل الله القبول. طيب المسائل دي أنا ما ناقشت فيها أرضيت أشيلها
ومعاه تسجيل صوتي لسببين، أفهم الكلام كويس. السبب الأول لأنه حصل نقاش بيني وبين شيخ مزمل في موضوع حسن عطاء الله قبل الجلسة أو قبل اللقاء، وكنا جايين من مدني والكلام ده قد يطول. المهم ملخص اللقاء إنه شيخ مزمل بيقول ليه زول ده خلافه معانا ما في الأسلوب، وإلا ما كان يقول ما كان بيقول ما دخلوا قرية إلا أفسدوها. وأنا بقول له لا الخلاف في الأسلوب، بقول له يا أحمد ما دخلوا قرية إلا أفسدوها. الزول لو قال قرية ولا قريتين يعني تنزلا في النقاش معي كان معليش، ولو بين هو بلسان وقال الأسلوب كان معليش. قلت له يا أخي لو هو بين الكلام ده أنت بتجلس معه؟ قال لي بجلس. عشان كده أنا لما مشيت كان حرصي العموم ده يزيله عشان تتم الجلسة، وكان حرصي إنه يقول الخلاف اذكر من ضمن اذكر الخلاف وهو شنو؟ خلاف الأسلوب مش المسائل الثانية اللي هو قال في الردى الأخير، قال هدرت أصل دعوتهم أمامك، فهمت الكلام؟ فأنا مشيت لغرض معين والغرض ده في الورقة دي متحقق إنه فك العموم وده موجود الآن. أما بعد نقل لي بعض الإخوة أني قلت في مزمل الفقير ومن معه ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، فقال لي الأخ المذكور له أي هل تريد بذلك العموم؟ فهمت؟ قلت لا، هناك قرى دخلوها ولم يحصل منهم ذلك، ولكن المقصود أنهم أفسدوا كثيرا إلى آخره. فأنا كان قصدي يزيل شنو؟ العموم عشان الجلسة تتم بينه وبين مزمل. بعد ذاك لما نحصل النقاش الحق بيوضح والناس يتصافوا، ده أنا كان فهمي. ولما في الورقة دي أزال العموم دي النقطة الأولى أنا شايف نفسي كنت نجحت فيها. النقطة الثانية مسألة الأسلوب في النهاية قال طريق المهرج، قال شنو؟ وطريق عرض التوحيد على طريق المهرج محمد مصطفى عبد القادر الذي هو شيخ في هذا الأسلوب. عشان أنا أثبت لمزمل إنه الزول ده أزال العموم وذكر مسألة الأسلوب، بعدها مزمل إنتوا شنو؟ تجلسوا ويحصل النقاش، ده كان الغرض شنو؟ الأول، أفهم النقطة. طيب الغرض الثاني أو المسألة الثانية، لأنه أنا ما ممكن أمشي لزول عنده خصومة مع واحد ثاني، دي كذا أخذها عامة، وأنا عندي صحبة مع الزول المخاص منه ده، أقوم أمشي للزول المخاصم أي مسألة يذكرها في الزول ده أقوم أنا أدافع عنها، أدافع كذا بيجعلني أنا شنو؟ طرف ذاته مع الزول ده، مع الزول ده، فهمت المسألة؟ فأنا قصدتها في مسائل كثير، بعض المسائل اللي هو ذكرها دي مش كثيرة والله، دي ذكرها دي في الردة، وإلا الزول ده أي مسألة ما بذكر مسألة ذكرها فوتها ساي، إلا واحد بس ذكرها واحد من تلاميذه عن شهاب، وشهاب يتراجع عنها تحت العلماء وما العلماء وعراضة وكلام زي ده، وأنا ما كنت سامع كلام شهاب، سكت ساي ما قدرت أدافع فيه. بعد ذاك لما جيت وسمعت تسجيل شهاب والحمد لله والتراجع الأمر شنو؟ انتهى. طيب فأنا ما ممكن جايك لغرض مع أي مسألة تذكرها أنا شنو؟ أقف لك في حلقك فيه، فديل السببان، وإلا فقد ناقشته في كثير من المسائل. هذا ما أردت بيانه حول هذه الورقة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نقدم أخانا الشيخ آداب فليتفضل، جزاكم الله خيرا.